السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروس الدورة التكوينية في الدروب شيبينج على منصة اي باي. قمنا بتعريف دروب شيبينج، معرفة دور باي بال، ثم قمنا بالتسجيل في موقع paypal.com وفتحنا حساب جديد باي بال. الآن سوف نقوم بالتسجيل على منصة اي باي لعرض السلع لبيعها. إذا على بركة الله ندخل، نفتح ebay.com صفحة جديدة. إذا ebay www.ebay.com ebay e-b-a-y ebay.com. تفتح هذه الصفحة، نذهب إلى register لكي نسجل حسابا جديدا، أما sign in فهذا خاص بالذين سجلوا على هذا الموقع من قبل ويدخلون إلى حسابهم أو إلى متجرهم في موقع إيباي. إذا نذهب إلى register، نضغط على register، ثم سيفتح لنا هذه الصفحة التي تعطينا احتمالين أو تعطينا حالتين، personal account ولا business account، نفس الشيء هنا كما قلت في البايبال. سنفتح personal account، ثم بعد مدة عندما يتطور الإنسان في بيع سلعه يمكنه أن ينتقل من personal account إلى business account بسهولة كبيرة على منصة eBay. إذا معلومات بسيطة جدا والتسجيل بسيط جدا، فقط تكتب الاسم الشخصي في first name. first name إذا أنا سوف أكتب اسم فقط للتسجيل، ليس الاسم الحقيقي، ولكن أنتم مطالبين بالتسجيل باسم الحقيقي. دروب شيب، هنا إذا first name والاسم الشخصي، last name والاسم العائلي على personal account، email address نديرو مثلا كريم، عفوا كريم دروب دوت at جيميل دوت كوم، كريم دروب. باسورد يعني يكون عادي في حروف وأرقام، ثم register تسجيل. نعم، الآن قمنا بالتسجيل الأولي، التسجيل الأولي على منصة eBay. هذا التسجيل الأولي لا يسمح لك بالبيع على منصة eBay، فقط يمكن أن تدخل ثم تقوم بالتسوق والبحث على البضائع والسلع في هذا الموقع، لكن إذا أردت أن تبيع على eBay سوف نقوم بإتمام عملية التسجيل. نذهب إلى My eBay ثم Selling، My eBay ثم Selling، ثم سيطلب منا eBay أن ندخل معلومات جديدة، معلومات جديدة provide your contact info. الدولة نعم تبقى هي إلا في حال الإخوة المتواجدين خارج المغرب يختارون الدولة التي يقطنون فيها، ثم تدخل عنوان، نفس العنوان الذي تم إدخاله على البايبال تدخله هنا. إذن المدينة هنا، تدخل الجهة أو الولاية على حسب الدولة، مثلا احنا في المغرب ندخل الجهة، مثلا جهة مثلا أكادير أو جهة مراكش الحوز أو جهة العيون الساقية الحمراء أو جهة والذهب، أي جهة تقطن فيها تدخل الجهة. إذا هنا إيميل سجلنا به في السابق، ثم تدخل رقم الهاتف، إذا هذا رقم هاتف فقط لتسجيل 2 4 6 8 10، ثم تضغط على continue. preview the new selling overview، هذا فقط إخبار تقوم به eBay، إذا لا دخل له في عملية البيع الآن، لا يهمنا في هذه المرحلة. اوكي okay, got it. الآن
قمنا بالتسجيل على أساس بائع في إيباي. بائع في إيباي، تفتح هذه الصفحة، تلاحظ أن هناك مكان لأكتيف ليستينج، يعني البضاعة المعروضة للبيع، سولد ليستينج يعني البضاعة التي تم بيعها، و انسولد ليستينج يعني البضاعة التي لم تباع. هنا كم اجتمع لك من مبيعات؟ 60 يوما، شهرين من المبيعات يسجل هنا. نلاحظ أن عدد السلع التي يمكن عرضها بدون أن تؤدي ثمن العرض عليها هو 50 سلعة. free listings left in June، كل شهر لك الحق في عرض عدد معين من السلع، وأنت كمبتدئ تسجلت تسجيل جديد، لك الحق فقط في 50 بضاعة خلال هذا الشهر. وعندما تحتاج إلى عرض أكثر، سوف نتطرق إلى selling limits وكيف نحل هذا المشكل لاحقا. إذا في المرحلة الراهنة كان الهدف من الحصة هو أن نتسجل على منصة إيباي، وقد قمنا بذلك. My eBay Selling، ممكن أن تدخل إلى حسابك وتغير فيه Account Setting. هنا يشرح لك كيفية البيع وكيف تربط PayPal، Link My PayPal Account. هذا سوف نأتي إليه لاحقا، لكي نربط الباي بال اكاونت يعني حسابنا في الباي بال بحسابنا في ايباي، لانها مرحلة مهمة جدا، لكن من الافضل الا نربطه حتى يكون لدينا باي بال مفعل ببطاقة بفيزا كارد. عندما يكون الباي بال مفعل انذاك سوف نعود الى هذه المرحلة، مرحلة ربط الايباي بالباي بال اكاونت، ثم نقوم بعرض اول سلعة جماعة لبيعها. والله الموفق. إذن انتهت هذه الحصة، ونعود إلى مناقشة.